أثر على مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مقطع فيديو اعتداء شخص على رجل مسن أثناء تجمع عدد من المواطنين في حفل زفاف في أحد مناطق المملكة. وأظهر في المقطع الفيديو عدد من الأشخاص يقوفون في صفين متقابلين، وقام أحد من الأشخاص بإلقاء كلمة عبر خلالها عن الترحيب بهم وتقديم السلام. وأبان الفيديو قيام شخص بدون ما يعلم الحاضرين والاعتداء على مسن وصفحه على وجهه بقوة دون معرفة سبب ذلك. وفي نهاية المقطع قام الحاضرين بالتدخل بعد الاعتداء الرجل على المسن لإنهاء الموقف ومنع تطور الاعتداء بين الطرفين. وعن سبب الاعتداء لم يذكر أي أسباب، ولكن واضح في الفيديو إن كان في خلاف بينهما. ومهما كانت الخلافات بينهما لا يجوز عمل ذلك احتراما لسن الراجل المسن.